قال الوزير ناصر بوريتا اللي هو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مسألة ديال فتح الحدود كتخضع للنقاش حاليا. واليوم أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن كل دولة كتتخذ تدابير بالنظر للوضعية الوبائية اللي كاينة فيها. وكيقول الوزير أنه في الواقع بدينا نتجاوز ذروة موجة الوباء، لكن الأرقام اللي كتسجل يوميا في المغرب ما زالت تثير الخوف. ففي الوقت اللي كان المغرب كيسجل مئات الإصابات يوميا، أصبح يسجل اليوم آلاف الإصابات، كما عرفت نسبة الوفيات ارتفاعا خلال هذا الشهر، حيث توفي 97 شخص بسبب الوباء، كما أن عدد الحالات الحرجة اللي كاينة بأقسام الإنعاش بلغت اليوم 600 حالة. وكيأكد بأن المغرب كيراقب حاليا تطور الوضع الوبائي ديال الدول اللي قامت بالفتح ديال الحدود باش يقرر ما يمكن فعله. وأضاف أنه مهم أن نفتح الحدود، لكن مهم أيضا مراقبة تطور الوباء. وكيقول بأن الهدف واضح هو فتح الحدود، لكن مع توفير شروط ضرورية لصحة الناس. فتح الحدود يمكن كلمة ولا جوج، يعني هذه مسألة راه خاضعة للنقاش يمكن يكون، ولكن اليوم خصنا نكونوا كل دولة كتاخذ تدابير بالنظر الوضعية اللي عندها. شنو عندنا حنا اليوم؟ عندنا يمكن لو بيك دو لا كونتاميناسيون حنا كنخرجوا منه، ولكن الارقام بقى شويه كتخلع. ملي كنشوف الارقام ديال اليوم عندنا 4000 حاله في اليوم، كنا كنزيدوا بالمئات كنزيدوا بالالاف. في الشهر اللي فات مات عندنا 19، هذا الشهر هذا حنا وصلنا لتقريبا لواحد 97 اللي ماتت في شهر واحد، ومازال ما سالينا جونفي. لا ريانيماسيون كنا كنزيدوا ب 97 في شهر، دابا اليوم حنا في 601 اللي في لا ريانيماسيون. دونك كاين وضع اللي طبيعه الحال مهم اننا نفتحوا هاد الحدود، ولكن مهم كذلك اننا نشوفوا التطور الوضعيه ديالنا. يمكن لو بيك ديال لا كونتاميناسيون غنخرجوا منه، ولكن لو بيك دو ريانيماسيون راه مازال وخصنا نشوفوا فين غادي. ثانيا خصنا نشوفوا الدول اللي حلات شنو هو الاثار اللي غيوقع لها. حنا كنشوفوا دول حلات هذه اسبوع ولا اسبوعين بدات كتراجع بشويه، ولكن الهدف واضح ولا هو ان يتم فتح الحدود، ولكن بتوفير كل الشروط الضروريه لصحه الناس اللي تدخل ولصحه المواطنين المغاربه اللي هنا. شكرا.